فلاش برضه عشان ما بعيدش عن الموضوع، زي ما بقول له انت يعني هل السلطه ما كمان انتوا كاحزاب ما فيش حد بيطلع يقول يا جماعه احنا لا احنا عندنا فشل بداخلنا في الوصول للناس، عجز في التعبير عن مشاكل الناس، ماشي هتتعلل بان السلطه تمنع هتفضل تقول كده ولا كمان طب ما هو اين انت في الشارع؟ يعني ما فيش قواعد شعبيه، ما فيش حتى حبال متصله مع الناس. أول اتفضل. أولًا عايز بس أجاوب على حاجات صغيرة كده ليها علاقة بموضوعنا. هل بيتقبض على الناس اللي بتنزل الشارع؟ الإجابة لأ. في ناس بتنزل الشارع ما بيتقبضش عليها. يعني أنا أذكر بكل يعني وضوح إن في مظاهرة عرمرم طلعت في ميدان عابدين في قلب القاهرة تقول سعودية سعودية لجوز التيران وصرافير، ما تقبضش عليهم. خلاص؟ بينما احنا كحزب لا 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 بص قطعت انا مش هتكلم لا 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 استنى انا بس انا يعني مظاهره اللي خرجت من المصريين قالت سعوديه سعوديه انا هوقف خلاص يا بيه انا لا ما هو ما تقولش كلام يا فريد بن مش في مظاهره طلعت في الدلع فين تقدر قالت سعوديه سعوديه يا فندم يا راجل يا راجل التحرير باعلام السعوديه يا استاذ صلاح مش عايز نعم والله جرايه يا استاذ صلاح يا بيه فين هات لنا هات حاجه هات على اليوتيوب دلوقتي اذاعه يا استاذ وائل يجيبها اما تقول له مش عايز إيه؟ بس اعيد انت مش هي دي لا لا مش هو ده لون بالقضيه لو سمحت كان في انا ما بناقش هنا بقى هي سعوديه ولا مصريه انا بناقش نقطه محدده ان في هذا الموقف اختلف المصريين كان في احزاب قالت انها سعوديه بحترمها وبحبها وكل حاجه ما عنديش مشكله معاها وربما بعضهم يبقى ربما يكون استاذ صلاح واحد منهم معرفش من حق الاحزاب انها من حق طبعا بس انا ببعد عن الاباء يعني يا استاذ وائل اسمعني ولا انت التظاهر جزء من ادواتك وفي احزاب كانت شايفه انها مصريه سؤالي طيب. هو ان في ناس نزلت في ناس نزلت ما اتقبضش عليها وفي ناس طيب. أما نزلت اتقبض عليها واحد اثنين وده كلام محدد جدا وانا ارجو ان احنا نسمعه بعناية اثنين مين اللي تردد؟ مفيش حد اعلن رسميا باب الترشح مفتحش صح؟ لا طب بس خليني بس في الجزئيه دي ارد عليك انت مش بتسال فين؟ انت مش بتسال فين؟ لا انا بسال مش تظاهر الاستاذ خالد علي ام مرشح محتمل اللي حضراتكم بتكلموه ارجوك يا بيه لحظه بس لحظه بس يا استاذ صلاح انا يا فريد بيه بس فريد بيه بس لحظه بس اسمعوا دقيقه وهاجي لك تظاهر المرشح خالد علي امام محكمه مجلس الدوله أمام محكمة مجلس الدولة ولم يحاكم بسبب تظاهره وتعبيره عن رأيه ولكن حكم وأدينا بسبب حركة بذيئة عقبته عليها المحكمة. طب سيادتك خلص؟ هو ده النموذج اللي بتقدموه للناس يا فندم. سيادتك تخلص قول لي بس. اتفضل يا فندم أنا خلصت. طيب. بس عشان نودي الناس نماذج حقيقية. بصراحة سيادتك أما تخلص قول لي. يا فندم أنا خلصت. خلاص هو خلص بقى. اتفضل أنا قلت لك بس المعلومة يعني اللي أنتوا بتدافعوا. بعد إذن سيادتك لم يفتح باب الترشح حتى الآن. كل ما هنالك أن هناك أسماء قد تردد أنها تعتزم الترشح. صح كده؟ لا. مظبوط. الأسماء دي فيهم واحد اتطرد من البرلمان، واحد خد 6 سنين، واحد نزيل في فندق 5 نجوم، واحد عنده قضيه. طب الاحزاب ما خليني بس يا استاذ فهد المقاطعه على فكره موتره ومش هتنفع المشاهدين الناس اللي انا بسالها يا استاذ فهد طلعت نكته ما انا هقول لسيادتك انا بسالك طلعت نكته فين الاحزاب نفسها انا هقول لسيادتك طلعت نكته يعني انا فهمت ان الحزب المصري انا هقول لسيادتك والله انا رايح سيادتك طلعت نكته انتشرت على السوشيال ميديا بتاع راجل داخل على كمين بيقول للركاب لو حد مرشح في انتخابات الرئاسة هينزل هنا قبل الكمين يعني الى هذا الحد مزاج الشعب المصري لقط الموضوع والله انه هل في بقول لك على فكره واحنا من بلد تانية انا مصري على فكره وعايش في البلد دي وبشوف السوشيال ميديا وبشوف الراي العام بيفكر في الموضوع ازاي الى هذا الحد السوشيال ميديا اتنين ده بتشوف الشارع بقى جنب السوشيال ميديا بقى شو احيانا ثلاثه بقى يا استاذ طيب بس انا عايز بس طب ما انا اخرت عليه على النقطه دي الراجل الطيب قال كلمه خطيره عايز اتفاعل معاه لانه قال كلمه مهمه جدا ايه اهم حاجه احنا عايزينها دلوقتي في مصر بناء الدوله والاستقرار صح كده انا رايي كده يعني الا اذا كان في حاجه تانية لا أهم. هو قال كده والجميع يتفق على كده طيب. بناء الدوله والاستقرار يساوي هذا الحجم من الفراغ اللي موجود في اطفيح اللي يساوي النهارده واحنا قاعدين بنتكلم عشان دي حاجات تدمي القلب بقى حقيقه يعني لما نبقى قاعدين النهارده اطفيح دي حصل فيها هذا الحادث الطائفي المزعج ليه المصريين وصلوا كده لازم نسال نفسنا السؤال ده لان في فراغ لان مفيش نخبه لان ده اللي انا قلت لك من الاول تعتقد انه متعلق بالفراغ السياسي استطاعت انها توصل رسائل للمجتمع اطفيح دي ما فيهاش جمعيات اهليه مدنيه اطفيح دي ما فيهاش ناس في نقابات عماليه اطفيح دي ما فيهاش احزاب سياسيه نشيطه بتشتغل في الشارع فعلا لان الشارع
الاستاذ خالد علي ساعتها اتكلمت عنه قال ما هو قال قال لك مفيش احزاب مش هاخد بس ودكتور صلاح وبعد انا بس عايز اتكلم على بعض المعلومات اللي قالها استاذ فريد. استاذ فريد اتكلمت على المرشحين ياسين واحد طرد على فكره، مفيش حاجه اسمها طرد في اللائحه، في حاجه اسقط عضويته بناء على مخالفه ثبتت بعد التحقيق. كلنا عارفين طبعا ده مخالفه قبل على اي حاجه ثانيه، قبل ما حد يعرف ان هو يترشح ولا ما يترشحش. يا استاذ صلاح لا يا فندم لو حضرتك لا لو انت بقى عارف دي بقى ليك كلام. بص يا فريد بيه، لو انت انا هقول لك انا حاجه، مهما نقدم لك من ادله انت جاي مصدق حاجه مع نفسك تفضل مصدقها لمده 100 سنه، فخليك انا ما بقولش ليك، انا بقول للمشاهد اللي سامعنا، من اسقط عضويته مش طرد من برلمان وفقا للائحه بعد مخالفه ثبتت بالتحقيق وتم ترصيد عليها داخل جلسه البرلمان. الحاجه الثانيه حضرتك بتتكلم برضو عن مرشح ثاني اسقطا على الفريق شفيق، الفريق شفيق جاء الى من مصر الى الرماط، روجت اشاعات انه مقيد الحريه، الراجل اجتمع في الفندق مع قيادات حزبه والميديا بقى مش السوشيال ميديا، الاعلام نشر هذا الاجتماع والنتائج واجرى معنا مداخله مثلا وقال ما فيش، انا قاعد برغبتي وقاعد مطلق الحريه وما فيش اي حاجه. حضرتك مش مصدق برضو دي بتاعتك، انا بقول للناس عشان تسمع عشان ما تضللش بمثل هذا الكلام. الحاجه الثالثه حضرتك قلت الناس هتفوا في ميدان عابدين سعوديه سعوديه، الناس كان الاحتفال في 30 يونيو بمناسبه ذكرى 30 يونيو في مؤتمر شعبي مصرح بيه من الاجهزه الامنيه بعد اتخاذ اتباع كافه الاجراءات اللي بنص عليها قانون التظاهر او اي تجمع، انهم خدوا تصريح يعني خدوا تصريح بالضبط. واجتمعوا وعالوا وكانوا بيهتفوا ب 30/6 وبيهتفوا الرئيس عبد الفتاح السيسي اي تجاوز قانوني في هذا في هذا الاجراء. انما ما ينفعش تيجي تقول لي اصل الناس هنا ما اتقبضش عليهم والناس هنا اتقبض عليهم، هو اللي ينزل يشتم زي ما قال الاخ ناصر اللي اتصل، اللي ينزل يشتم الجيش والشرطه، هو النضال دلوقتي ان انا اناضل على الجيش والشرطه اللي بتحمي البلد، هو النضال دلوقتي يا وائل بيه بس معلش، النضال دلوقتي ان انا اقول اي دوله تخاض يجرى فيها انتخابات رئاسه بقانون طوارئ، ده اللي يقول كده اللي يقول كده يجيب لي بقى كام اسم اتقبض عليهم تحت طائله قانون الطوارئ، اللي يقول كده يقول لي ايه الوضع في سيناء وهو عامل ايه بسرعه قبل ما اخد استاذ ايهاب قدامك دقيقه بس بسرعة. احنا ما بندافعش عن الشباب اللي اتهمت او اللي بتسب او تسيء للجيش وللشرطه، احنا بنتكلم على قواضي شباب اتعمل لها انضمام لجماعه محظوره وهم كانوا بينتموا لتمرد واشتغلوا عمل حزبي واشتغلوا مع تمرد، يعني تنتفي عنيهم تهمة اللي هم بيتخبوا يا فندم بتعمل لهم ما تعملكش انت ليه؟ لا انا ما تعملكش انت ليه طيب؟ واحدة بس جو التشويه المرشحين وغلق المناخ العام وتشويه كل صوت يطلع يتكلم ده بيودينا لسكة مربع العنف والتطرف اللي بيحصل في اطفيح بالزبط. وفي مناطق كتير جدا بالزبط. لما تيجي تقفل المناخ العام بس وتيجي تقفل لا 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 يا استاذ وائل ما هو يا استاذ فريد ما ينفعش انت تقول بالظبط فتنة طبيعية يعني انت شايف ان ما حدث في اطفيح مرتبط بمناخ وغيره ام مرتبط بتغذيه تمت خلال 80 سنه من افكار متطرفه فيها حاله من حالات الحروب وان احنا كنخبه لما قمناش بدورنا الحقيقي انا ما خلصتش كلمتي في المساله دي مش لما كلمتش بس كلمته صح دي طيب يا استاذ ايهاب هذا التعصب والتشدد ينمو ويترعرع ويتوغل في ظل حاجتين، واحد الفراغ المجال العام، اثنين وده الاخطر ان السلطات تحاول توصل لتوافقات مع هؤلاء المتشددين نفسهم طيب. في غير ما ببعد عن الكلام ده دلوقتي ببعد عن الموضوع ما ده مش عايز قبل ما اطلع فاصل طيب اللي حدث في اطفيح ان الشرطه طيب. راحت بدل ما تحمي الكنيسه وتحط الناس راحت تدخل مفاوضات مع المتشددين عشان اطلع بس يا استاذ فريد ولا زلت بقولها عشان كل مواطن من وجهه نظري المتواضعه في فرق بين التطرف وفي فرق بين الارهاب واعتقد ان مشكله التطرف والارهاب جزء منها طيب. بيتحملها النخبه وتتحملها الاحزاب طيب. السياسيه بسرعه يا شريف عشان لازم اطلع فاصل انا شايف ان الموضوع بسيط جدا الكوره زي ما كان استاذ فريد بيقول الكوره في ملعب النظام لو النظام عايز يكون طب وليه مش ملعب الاحزاب علشان الاحزاب ما عندهاش ادوات وما عندهاش اليات تنزل تشتغل في الشارع ملعب مين يا دكتور صلاح ملعب الاحزاب بتعمل ايه الاحزاب لما بتيجي تنزل وتشتغل يا استاذ وائل هنرجع تاني نقول للشباب احنا ما كملتش 2011 في احزاب لما تعدل قانون الاحزاب واتلغت النص طيب. مليون جنيه اللي كانت بتقدم للاحزاب في احزاب قالت لك احنا كده الحكومه والدوله بتقضي علينا عشان منعت النص طيب. مليون جنيه شريف عشان اخدت منك الكلمه يلا قبل ما اطلع فاصل والله يا منا يعني اخر حاجه يعني محمد عبد العزيز اخ فاضل ونعرفه جميعا في لجنه العفو الرئاسيه احنا معانا اسماء موجوده اخلاء سبيلهم ولسه لغايه دلوقتي متحفظين عليهم زي دوما طيب. او زي شباب كتير يا ريت مناشده لجنه العفو الرئاسيه تشوف اسماء الشباب دي ايه وتبحث موقفهم ايه وتشوف هم
خدوا اخلاء في سبيل في قائمه جديده في كاس نشوف يعني مفروض ده دور اللجنه شباب كتير موجوده جوه الاحزاب يا استاذ. فاصل وبعدها هنكمل معاك.